تحدث الرئيس الأوكراني بكل العاطفة والشغف مع الشعب الأمريكي، فقال بأن أوكرانيا تدافع عن العالم أجمع. فبوتين يقصف المباني والمشافي، وكنت أتحدث عن هذا الأمر مع القادة العسكريين هنا، الجنرال ميلي. يعني يبدو أمر غريب جدا. بالأمس القوات الروسية كانت تحتجز مئات الأطباء والمرضى كرهائن. هذه وحشية مشينة، والعالم متوحد في دعمه لأوكرانيا من أجل أن يدفع بوتين ثمنا باهظا عما يفعل. وبالتأكيد اليوم قمنا بتقديم مساعدات وسنتابع القيام بذلك. نحن نشل الاقتصاد الروسي، اقتصاد بوتين، وسيكون هنالك العقوبات، ويقف معنا الاتحاد الأوروبي والناتو والمزيد من الدول. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وكل العالم يقفوا معا. الأمر يتعلق بالحرية، بحرية الشعب بأن يختار مستقبله. لن يكون هذا ضحية لبوتين بغض النظر عن أي تقدم أحرزه في ميدان المعركة. بالتأكيد زيلينسكي دعا إلى المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من أجل لمقاومة العدوان الروسي، وهذا ما نفعله. في الحقيقة بدأنا مساعدتنا لأوكرانيا قبل أن تبدأ هذا الحرب، تمرينات ومناورات على الحدود الأوكرانية في السنة الماضية، ونأخذ على محمل الجد تهديدات بوتين. وأرسلنا لأوكرانيا في السنة الماضية 650 مليون دولار قيمة الأسلحة التي أرسلناها قبل الغزو، وكل ما قدمناه كان كبيرا. إذن هنالك الأسلحة المطلوبة موجودة لدى أوكرانيا من أجل وقف تقدم القوات الروسية. هنالك 550 مليون دولار إضافية من أجل إضافة ذلك إلى المساعدات الإنسانية، هليكوبترز من أجل النقل، وأيضا شاحنات، ناقلات تتبع، المدفعية، الدرونز، وكذلك النظم الأمنية والصور الأقمار الصناعية وقدرات التحليل. كل ذلك يساعد بوضوح أوكرانيا على وقف تقدم القوات الروسية. يوم السبت قدمت إدارتي أكثر من 200 مليون دولار من أجل أن يكون لك ذخيرة تنقل إلى أوكرانيا، وها أنا مرة أخرى أستخدم سلطاتي الرئاسية من أجل أن أفعل نظام الأمن للقيام بمساعدة أوكرانيا بشكل متزايد في شكل مساعدات. فطبعا هذه المساعدات وصلت إلى مليار دولار هذا الأسبوع. طبعا تحويل مباشر للأسلحة من وزارة الدفاع ومن الجيش الأمريكي من أجل أن نساعد أوكرانيا على مقاومة هذا الغزو. وأنا أتقدم بالشكر من الكونغرس على المساعدة في تقديم كل هذه التقديمات. طبعا مساعدتنا لأوكرانيا تتضمن 800 نظام مضاد للطائرات من أجل أن نتأكد من أن أوكرانيا قادرة على إيقاف الهليكوبترز في سمائها والدفاع عن أجوائها. وطبعا بناء على طلب الرئيس زيلينسكي نحن حددنا ما تحتاج أوكرانيا بالنسبة لنظم تتبع الطائرات، ولدينا حزم مساعدة تتضمن أيضا 9000 نظام مضاد للأسلحة عالي الدقة، وهي صواريخ محمولة على الكتف من أجل أن يقوم الأوكرانيون بإطلاق هذه الصواريخ على المدرعات. ولدينا أيضا جرينيتس وأسلحة خفيفة من أجل مساعدة الرجال والنساء في أوكرانيا الذين يدافعون عن بلدهم. وبالتأكيد الذخيرة بالنسبة للأسلحة الصواريخ
صغيرة، 20 مليون رأس دفاعي أرسلناه إلى أوكرانيا. كل هذا لإظهار مدى التزامنا بأن نرسل إلى أوكرانيا نظم الدفاع. لا نقوم بذلك لوحدنا، شركائنا وحلفائنا أرسلوا الكثير من المساعدات الأمنية، وسنتابع تسهيل عملية نقل هذه الأسلحة. شركاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة مجهزون تماما من أجل أن يقدموا كل المساعدة المطلوبة لأوكرانيا، ونحن أيضا نبحث عن المزيد من الأسلحة نرسلها. أود أن أكون صريحا معكم، قد تكون هذه معركة طويلة وصعبة، والشعب الأمريكي يقف بشكل صامت من أجل أن يوقف هذه الهجمات على الأخلاق وعلى الشعب، وبالتأكيد إيقاف هذا العدوان. وسنتابع تقديم كل المساعدة من أجل الحرية والديمقراطية والنجاة. سنعطي أوكرانيا الأسلحة من أجل أن تدافع عن نفسها في كافة الأيام الصعبة القادمة، وسنتابع حشد الدعم العسكري من أجل دعم الناس في أوكرانيا، ومن اختار أيضا أن يغادر أوكرانيا. أرسلنا 300 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية للأوكرانيين الذين ذهبوا إلى الدول المجاورة، عشرات الآلاف من الطعام والمياه والإمدادات الطبية، والخبراء الذين يعملون على الأرض في بولونيا، في بولندا وفي مولدوفا والدول الحلفاء الآخرين، من أجل أن يكون هنالك تقديم المساعدات الإنسانية للناس حيث يحتاجونها. وطبعا نقدم المزيد من المساعدات المباشرة المالية للاقتصاد الأوكراني. سنبقي على وضع الضغط على اقتصاد بوتين ونعزله في الساحة الدولية. هذا هو هدفنا، جعل بوتين يدفع كلفة مقابل ما يفعله على أرض المعركة وكذلك على طاولة المفاوضات. سنقوم بكل ما بوسعنا من أجل أن ننهي هذه الحرب التراجيدية وغير الضرورية، بحيث لا يكون هنالك رغبة لدى أوتقراط آخرون ليشنوا حروبا على الشعوب. طبعا ما من شك لدينا بأن أمريكا تقف في مع قوى الحرية، دائما كنا كذلك وسنبقى كذلك. شكرا جزيلا، وسأوقع الآن على هذا القانون الذي سيسمح لنا بتقديم المزيد من المساعدات ليحمي الله أوكرانيا في دفاعها عن نفسها. ما أوقع هنا هو قانون يتعلق بالمساعدة الأجنبية، 800 مليون دولار. أنا لن أعلق على أي سؤال. شكراً لك.